أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي أن في الشدائد والمحن والأوبئة منح وعطايا لخير البشر، مقدما خلال خطبة وصلاة الجمعة شكره للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا على ما يبذله من إجراءات تحقق مبدأ حفظ النفس البشرية وتضع صحة الجميع من مواطنين ومقيمين أولوية لعملها. جزى الله خيرا ولاة أمرنا جلالة الملك حمد بن عيسى ورئيس وزرائه وولي عهده وحكومته الموقرة، إذ جعلوا صحة الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات، لا فرق في ذلك بين مواطن ومقيم. ألا وإن من أعظم الأعمال وأزكاها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى ما يقوم به فريق البحرين الوطني والطبي بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله ومن معه من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها ورجال الجيش بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ورجال الأمن العام والدفاع المدني بوزارة الداخلية والقائمين على المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والكوادر والطواقم الطبية والتمريضية والإسعافية والإدارية المخلصة العسكرية منها والمدنية التي وقفت وتقف بكل شجاعة واقتدار وصمود في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة الكورونا في المستشفيات والمختبرات ومراكز العزل والحجر والعلاج وفي المنافذ. كما أكد فضيلة الشيخ القطان أن التطوع لتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا عمل خيري فيه قربة إلى الله تعالى لما يحققه من إحسان وإنقاذ للبشرية جمعاء، داعيا المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الصحية وعدم التواكل أو التكاسل أو الاستهتار في مواجهة ما يحيط بالناس من بلاء وضراء. ويا أيها المتطوعون الخيرون، ويا أيها المتطوعون في التجارب السريرية للقاح كورونا لخدمة البلاد والعباد والإنسانية، كم يرفع الله بكم من وباء وسقم ويزيل بكم من ضر وألم، فهنيئا لكم، بشرى نبيكم صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعملكم هذا مما تنال به محبة الله عز وجل، ولا يفوتنا خصوصا في هذه الأيام أن ندعو الجميع من المواطنين والمقيمين بأن يشعروا بالمسؤولية نحو وطنهم ويلتزموا بالإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية التي تصدر من الجهات المختصة حتى نتجاوز التحديات التي تمر بها بلادنا البحرين، نظراً لتهاون بعض الفئات غير الملتزمة هداهم الله والتي كانت سبباً مباشراً في ازدياد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.